هذا البرنامج من إنتاج النهار نور. جوه كلام الناس حكايات دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية فيهم تجمعنا نطلع منها بحكمة ومعنى، ونفيد العقل اللي سمعنا وندور على الخير بالذات. ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. جوا حياة الناس أسرار، ألف طريق وإحنا بنختار، جوا كلام الناس في رحلة بقالنا سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وكلام الناس. لسه مصر كلها في حدادها من امبارح، ولسه مصر في تعازيها من امبارح. طبعا كلنا تابعنا، ويمكن كلام الناس وحديث الساعة دلوقتي هو موضوع تفجير الكنيسة، ويعني ناس كتير وقفت عند الموضوع ده امبارح، وقلنا نخلي بالنا يا جماعة من فكرة ان يؤخذ الموضوع في شكل طائفي، يعني نسيب ان الموضوع هو ارهاب ويضرب المسلم وغير المسلم، يضرب المسلم والمسيحي، ويضرب حتى اليهودي، ويضرب اي حد من ابناء اي بلد. يعني حتى شفناه مش في مصر بس، ده في اكتر من دولة مجاورة. يعني الارهاب اصبح اكثر انتشارا في الفترة اللي احنا فيها دي. اللي كنت متخوف منه واللي كنت بقول لحضراتكم عليه من امبارح ان هيتم اخذ الموضوع كالعادة يعني في سياق طائفي، ويتقال ان العمل ده طالما هو مسلم طبقا لما تم اعلانه النهاردة من رئيس الجمهورية، بان اللي نفذ الهجوم الانتحاري ده اسمه محمود شفيق. فيعني بعد كمان ما تم اظهار انه يعني محمود شفيق يبقى مسلم، فمسلم يعني مسلم بيفجر كنيسة، يعني موضوع طائفي بين مسلمين ومسيحيين. حذرت حضراتكم امبارح من الفخ ده، وقلت لحضراتكم ان يعني المغرضين او دعاة الفتنة مش هيسيبوا الموضوع يعدي في سياقه الطبيعي، انه ارهاب بيضرب الدولة المصرية، بيضرب مصريين بغض النظر بقى عن ديانة هذا المصري. بكلم حضراتكم بكل تجرد وبكل موضوعية في الموضوع ده. فزي ما بقول لكم ناس كتير بقى على السوشيال ميديا، وناس كتير يعني تعرفهم كده من بعيد، بدأوا يعني يتكلموا في الموضوع وبشقه التاني أو بشكله التاني اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، ويتقال إن الإسلام هو دين إرهاب، وأن الإسلام يدعو إلى العنف ويدعو إلى التطرف، وإن 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 وإن. وشفت حتى من البعض اللي يعني من إخواتنا يعني اللي ناشر بعض الآيات المغلوطة والتفسيرات المغلوطة للقرآن الكريم على السوشيال ميديا. أيوة بالظبط زي ما بقول لحضراتكم كده، إن الإسلام يدعو إلى قتل الآخر وإلى العنف وإلى وإلى وإلى. وقلت لحضراتكم امبارح يعني لو هتقرب من دين الإسلام أو عايز تتعلم عن دين الإسلام حتى كمسلم، مش شرط تكون مسيحي، لازم ترجع لكتابك ولازم تذاكر، لازم الموضوع يكون بشكل فيه مذاكرة. يعني ما يضحكش عليك كده بأي حاجة وانت مصري كده، والمفترض ان المصري معروف بفطنته يعني وبذكائه، فما يضحكش عليك بأي حاجة. بصراحة الموضوع عامل بلبلة، والبلبلة دي مش فيها بس المجتمع، فيها المجتمع ووسائل الإعلام والحكومة والمجتمع المدني، وكل الناس في بلبلة من امبارح، وفي تخبط وحالة لخبطة، مش عارفين ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، نقول ايه ونتكلم ازاي في موضوع زي ده. كتير يعني قلت مع نفسي ان الفتنة نائمة، لعن الله من ايقظها، بلاش حتى نتكلم في الموضوع خالص، ونكمل في سياقنا في يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاحتفاء بذكرى مولده.
ولكن في حديث برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن من لم يهتم بالأمر اللي احنا فيه ككل وهو أمر حاصل يعني في بلدنا ما ينفعش أبدا نكون ساكتين قصاده. والله زي ما بقولك كده، احنا فعلا في هذه الحيرة، نتكلم يا جماعة ونقول ونعيد ونزيد في كلام مفروغ منه وأكيد الناس كلها عارفاه، ولا نسكت ونتكلم في حاجة تانية. لكن احنا أصرنا لا، اللي هنتكلم وهنتكلم مرة واثنين وثلاثة علشان محدش أبدا يضحك عليه باسم الدين، محدش أبدا يضحك عليه ويتقال إن اللي عمل كده بيبغي القربان وإن بيتقرب إلى الله بفعلة زي دي. لأ، قلنا امبارح اللي عمل كده ليس له دين أو ملة، وإذا كان بالفهم اللي هو عمل بيه كده فإن شاء الله هو عند ربنا كافر، إنه مات وهو بيقتل الأنفس. وذكرنا من الآيات امبارح وقلنا إن فكرة حتى القتل في الإسلام لها ضوابط، يعني ما ينفعش أروح أقتل إلا اللي بيعتدي عليا، ما ينفعش أروح أقتل إلا في قصاص، والقصاص ده اللي يقوم بيه هو ولي الأمر والحكومة، وهو يعني موضوع كبير مش عايز نخش فيه تفاصيل. لكن فكرة إنك تروح تقتل أي حد لمجرد بس إنه مختلف معاك بقى في فكر، في عقيدة، في دين، كل الكلام ده كلام فاضي. وبرجع وبكرر وبقول إن أكيد اللي عمل كده ما كانش بيعمله يعني، أو ما كانش مفهوم الموضوع، أو ما كانش أكيد الموضوع في سياق إن مسلم بيقتل مسيحي، لأن اللي يعمل كده يبقى خرفان، يبقى عقله يعني مش موجود، يبقى متخلف عقليا زي ما قلت امبارح. وبكرر نفس المصطلح، اللي يعمل كده ويفتكر إنك بتعمل كده حاجة بتقرب بيها لربنا أنت متخلف عقليا، و يعني حتى لا يعني لا ترتقي ان يطلق عليك انسان وانت داخل يعني بتفجر نفسك في ناس اغلبهم كمان سيدات واغلبهم اطفال. يعني ما اعتقدش ان حتى انسانيه اي حد حتى لو هو لا ينتمي لاي دين ان انسانيته تدفعه ان يعمل كده. ده الواحد لما بيبقى حتى واحنا في عيد الاضحى كده وهي الخروف ولا المعزة ولا البقرة بتتذبح، الواحد نفسه بيبقى عنده حتة الحزن شوية كده، وهو في الآخر اللي بيصبح ده حيوان ومأمور من ربنا بذبحه، ولكن بتبقى أنت حاسس الإحساس ده. فاللي يعمل كده تجرد من كل معاني الإنسانية، ومش محتاجين نتكلم في الموضوع كتير. أنا ذكرت لحضراتكم امبارح آيات بتتكلم عن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قلت برضو امبارح ولا يقتلون النفس التي حرم الله. ربنا قال ولا يقتلون المسلم، ولا قال ولا يقتلون المسيحي، ولا قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق زي ما قلت لحضراتكم سواء بقى كان حد بيعتدي عليك أو إن يعني قصاص وخلاف. فأتمنى لا تؤخذ الأمور في غير سياقها. إحنا متعودين دايما في برنامج كلام الناس بنقف مع آية من القرآن الكريم في بداية حلقتنا، والآية اللي معانا النهاردة ركزوا فيها الآية رقم 8 من سورة المائدة. ربنا عز وجل بيقول فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في الآية دي ربنا بيقول لنا لو اللي قدامك انت حد حتى بتكرهه لازم تعدل معاه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لو بتكره شخص مثلا معين أذاك ولا عمل لك حاجة ولا 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 برضو انت مأمور بالعدل معاه. ما بالك بقى بأخوك في الوطن، ما بالك بأخوك اللي عايشين مع بعض وبناكل من طبق واحد وبيتنا بيوتنا في وش بعضها والمسجد والكنيسة جنب بعض وكلام كتير مفروغ منه يعني مش محتاجين نكرره ونقوله كتير. فربنا بيأمرك بالعدل مع غير الإنسان غير اللي انت بتحبه أو الإنسان اللي بتكرهه، فما بالك بقى بأخوك. فعشان الناس برضو اللي بيحاولوا لحد دلوقتي يحطوا الأمور في غير سياقها. وربنا عز وجل بيقول في سورة الممتحنة الآية رقم 8: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بر وقسط وعدل ورحمة وحب ومودة، هو ده اللي هيفضل ما بيننا وما بين إخواتنا كلنا مصريين. وزي ما أقول لحضراتكم يعني إن شاء الله إحنا أثرنا أننا نفتح موضوع علاقة المسلم بغير المسلم، أو علاقة المسلم في الوطن بمن ينتمي إلى غير دينه، هنذاكرها ونعرفها مع بعض ونعرف الأطر كده اللي ربنا عز وجل حطها لنا للتعامل مع غير المسلم. مش بنقول حاجة أكيد هو كلام مفروغ منه
ولكن مع بعض كده هنحاول قدر المستطاع نفتكر ونعرف اللي مش عارف، واللي يحاول يقول لك غير كده قول له انت مش فاهم اي حاجه عن الدين. طبعا تابعنا النهارده الجنازه اللي تمت وكان على راسها البابا تواضروس بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه، واللي اعقبها طبعا يعني جنازه عسكريه اخرى كان على راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده تكريما طبعا لي يعني مش عارف اقول ايه والله على اللي حصل، يعني ده اقل تكريم للناس دي واقل تكريم في حاجه زي دي، واقل كمان تقدير من الدوله لارواحهم الطاهره الزكيه زي ما احنا شايفين. دي كانت الجنازه العسكريه من يعني مقر الجندي المجهول، والله ده تكريم ودي حاجة برضو كويسة، وبتبين ان الدولة يعني يقظة وصحية لمثل هذه الامور. وزي ما احنا شايفين هتلاقي في الجنازة دي سواء حتى اللي تمت في الكنيسة او اللي تمت كجنازة عسكرية هتلاقي كل اللي كان موجود مصري في الاخر، لا هنقول بقى مسلم ولا مسيحي، وحتى ناس كتير اعرفهم يعني امبارح راحوا يطمنوا وراحوا ويسألوا، كل واحد مننا كان بيسأل على اخوه على جاره. النهاردة طبعا البابا تواضروس كان يعني في حالة يرثى لها، وكان في شدة حزنه وأسفه، وإحنا عارفين طبعا أنه كان في زيارة لليونان وقطعها لما عرف الموضوع ده. يعني إحنا معانا جزء كده من كلمة الرئيس السيسي، طب مش جاهزة معانا، طيب هنشوف زي ما احنا شايفين كده، ده تأثر البابا تواضروس أثناء الصلاة أو صلاة الجنازة، يعني قلوبنا معاهم ومشهد ما يرضاش به أي حد وما يرضاش به أي دين، وأكيد ما يرضاش عنه ربنا عز وجل، لأن يعني زي ما قلنا قدس مش بالساهل ومش بالأمر الهين، زي ما شفنا والرئيس أكد على فكرة أن المصاب هو مصاب المصريين كلهم، وده بصراحة حقيقي وده اللي حاصل فعلا، والكل حزين والكل زعلان بعد حادث امبارح. النهاردة يعني تم الإعلام من قبل المفتي، مفتي الجمهورية قال قمنا بتفنيد كل دعوات الجماعات الإرهابية وهناك من لا ينفع معها سوى التحرك الأمني. يعني المفتي قال أن كل الناس بقى اللي بيحاولوا يبرروا لنفسهم زي اللي تم اعلان عنه محمود شفيق اللي نفذ العمليه، ان اي حد بيفكر انه بيعمل عمليه زي دي بدافع انك كده شهيد او انك كده بتتقرب لربنا او بدافع انك بتعمل حاجه كويسه، فيعني دار الافتاء ردت بما لا يدع مجال للشك ان كل ده كلام فاضي، كلام عاري عن الصحه، ديننا كاسلام ما فيهوش اي حاجه بتقول كده. لما يبقى شاب عنده 22 سنة ويغرر بيه بالشكل ده ويبقى فاكر انه لو عمل حاجة زي دي تبقى قربة الى الله او تقرب من الله، يبقى هنا انا بقول ان يعني برضو في قصور من جانب الدعاء وفي قصور من جانب الازهر في يعني جذب الشباب وفي حفظ الشباب من حاجة زي دي. معانا الشيخ خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصري، اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ خالد. اهلا وسهلا. يعني المفتي النهارده مفتي الجمهوريه دكتور شوقي علام قال يعني ان تم تفنيد كل الموضوع ده، لكن لحد دلوقتي بنلاقي البعض بيغرر بيهم، وبنلاقي يعني حتى بره على مستوى يعني داعش وما يحدث والكلام ده كله يتلاقيه هو بيعمل حاجه زي دي، حاطين على مرام ولا اله الا الله محمد رسول الله واحنا بنعمل ده نصره للاسلام والكلام ده كله. بعد تقديم العزاء للشعب المصري كله ولجميع الإنسانية في ما حدث، نعم بذلت جهود كبيرة في الفترة السابقة لتفنيد هذه الأفكار وهذه الآراء والرد على كل الفتاوى التي تصدر من هذه الجماعات المتطرفة، والأمر لا يتوقف عند تفنيد الفتاوى طبعا، والجهد لا يتوقف عند حد معين، احنا نحتاج إلى تجديد عام في كثير من الإطارات وفي كثير من المجالات، نحتاج بعد جمع هذه الأفكار والرد عليها
إلى برامج عمل في على مستوى التعليم، برامج عمل على مستوى الإعلام، برامج عمل على مستوى الاجتماعي والإنساني، برامج كلها متوازية للرد على هذه الأفكار وتحصيل الشباب ضد هذه الأفكار. هذا وهم متراكم، هذا اسمح لي، هذا جهد كبير بذل في الشر لتجنيد والاصطياد هذه الشباب. الشاب الذي عنده 20 سنة ده اتعمل عليه مجهود من أهل الشر كبير، نحن مطالبون بمجهود مضاعف لمثل للرد طيب على انا عايز هذا. اسال حضرتك عن المجهود ده يا شيخ خالد، اللي هو المجهود في يعني سياق الخير او مجهود اهل الخير بقى، ورد الازهر فين ورد العلماء فين، وازاي نقدر نحافظ على الشباب من الوقوع في يعني امور زي دي. لكن هنروح لفاصل قصير، وخليك معانا يا شيخ خالد. خليك معانا يا شيخ خالد عمران، امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، وخليكم معانا مشاهدين. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه مكمل معانا الشيخ خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصري. اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية شيخ خالد. شيخ خالد طيب هيرجع لنا مره تانية الشيخ خالد. معانا دلوقتي تليفون استاذ جرجس صفوت، مسؤول الملف القبطي بجريده الفجر. استاذ جرجس اهلا وسهلا بحضرتك وتعازينا ليك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، تعازينا للشعب المصري كله. طيب استاذ جرجس كده، بعد ما تم الاعلان يعني عن اسم المتسبب او القائم بهذه العمليه الانتحاريه، رد حضرتك ايه وانت كمسؤول الملف القبطي بجريده الفجر، تقرا الموضوع ازاي؟ حقيقه انا شايف ان اكيد مش واحد لوحده هو اللي قدر ان يقوم بعمليه زي دي، اكيد في مجموعه منظمه كانت مراقبه الكنيسه على مدار فتره طويله، بحيث ان هم قدروا يعرفوا امتى الكنيسه بتبقى هاديه شويه، امتى يقدر يدخل، امتى يقدر يخرج، امتى يقدر يزرع القنبله. خصوصا ان احنا لازم نراعي ان الانفجار كان في الجانب بتاع ركن السيدات، والكنيسه الارثوذكسيه عندها نقطه ان بيبقى في جانب للسيدات وجانب للرجال. الجانب بتاع السيدات ممنوع تماما او بيبقى يصعب قوي قوي ان يبقى راجل يروح جانب السيدات. ففكره ان هو ينتقل من جانب الرجال لجانب السيدات دي مدروسه ومخطط ليها بعنايه شديده جدا جدا جدا، اكيد دي منظومه كامله جدا. فكره ان الوطن او البلد تقدر انها توصل للجاني في غضون وقت قصير ده شيء محمود، لكن احنا اكيد الكنيسه بتطالب ان بقيه المنظومه كلها تتمسك، لان ده مش هيعود على الكنيسه بس، ده هيعود على مصر كلها بالامان. فكره ان منظومه كامله تبدا تعمل حاجه زي كده لما تتمسك بعد كده هو هيفكروا 1000 مره قبل ما يعتدوا على امن الوطن، سواء في الكنيسه او المسجد او اي مؤسسه من مؤسسات الوطن. انا بحيي حضرتك يعني على هذه الرؤيه، وانا عارف ان حضرتك دلوقتي في الكنيسه. تمام يا فندم تمام. قول لنا الاجواء عندك عامله ازاي، والناس يعني دلوقتي بعد يعني يوم او مرور يوم من الموضوع
بيقولوا ايه وحاسين ايه وعايزين يوصلوا ايه؟ الحقيقة الناس كلها متكاتفة، كل الأقباط بشكل عام وكل المصريين بشكل أعم على قلب رجل واحد. احنا عارفين كويس جدا 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 ان الدولة بتقوم بدورها، وان الرئيس بيقوم بدوره، وان المؤسستين سواء الكنيسة سواء الأزهر بيقوموا بدورهم على أكمل وجه، وبناء عليه فإن المصريين كلهم والأقباط بشكل أخص موحدين مطالبهم في إنهم يبدأوا يمسكوا المنظومة الإرهابية اللي قدرت إنها تعمل الخطوة دي، وإن الجاني ياخد عقابه. عادل حضارة لما اتمضى على حكم الإعدام بتاعه كان الجميع والمصريين كلهم كانوا في حالة فرح. ليه؟ لأن أي إرهابي هيبدأ يفكر مجرد تفكير إنه يعتدي على أمن الوطن هيتردد كتير، لأن مصر بالمرصاد، لأن الوطن بالمرصاد. بناء عليه الأقباط في الفترة دي في حالة الحزن الشديد اللي هم بيمروا بيها دلوقتي، خصوصا العدد الكبير. احنا دلوقتي نقدر نعتبر ان ده اكبر عدد من بعد كنيسة القديسين، هو كمان اكبر كمان من كنيسة القديسين. فالعدد الكبير ده مش هيشفي غليل المصريين بشكل عام الا لما يشوفوا احكام رادعة بتطبق على هؤلاء المجرمين. ده طيب مطالب المصريين والأقباط في عز حزنهم في الوقت طيب الراهن. حضرتك كقبطي، ويعني بعيدا عن التايتل دلوقتي انك مسؤول الملف القبطي، هل لما تم الاعلان عن الجيش التعازي ان يبان ان الصوره اللي بيتقال عليها مفتعله، لا احنا مش عايزين افتعال واحنا ما بنفتعلش، احنا مكلمين حضرتك اهو، هل شايف ان اللي بيعمل ده بيعمله باسم دينه وان دينه بيدعوه لده؟ لا ايه طبعا، ايه علاقة الدين بانه يقتل؟ طب ما انا هقول لحضرتك على حاجة، احنا لسه الجمعة اللي فاتت كان مقتول لنا 6 من خيرة شباب وجنود بلدنا، 6 من خيرة شباب وجنود بلدنا. ايه اللي يخلي واحد، ما هو اكيد اللي قتل ممكن يبقى مسلم، ايه اللي يخليه يقتل مسلم؟ لكن الفكرة مش في مسلم ومسيحي، الفكرة في انه عايز يهز اركان الدولة، الفكرة ان هو عايز يرهب المصريين، وده فعليا لا حصل ولا هيحصل، لا هو ولا غيره قدروا يعملوا ده. ففكرة ان هو يضرب كنيسة مش عشان هي كنيسة، عشان هي مؤسسة قوية في الدولة. اي عمل مجتمعي بيقوم في الدولة الكنيسة بتبقى شريكة أساسية فيه، فهو قاصد انه يضرب بالقرب من موعد احتفالات الأقباط بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد، وخصوصا في يوم المولد النبوي الشريف، فهو بالظبط عايز يعني يلعبها حتى التاريخ بالشكل ده. نفسه ان جاي في يوم المولد النبوي الشريف، وانا حتى قلت امبارح هنا في البرنامج، قلت ان حتى افسد على المسلمين نفسهم الاحتفال من امبارح، ولا في احتفال ولا في احتفاء ولا في اي حاجه، ولا على حلاوه مولد ولا مش حلاوه مولد ولا الكلام ده كله، يعني الموضوع اتاخد حتى في اطار تاني، والحمد لله ان يعني بدل ما يحصل اللي هم كانوا عايزين يعملوه، لا الموضوع زادنا اكتر ترابط، وحتى زي ما بقول لك كده ما كانش في احتفالات امبارح ولا احتفاء ولا اي حاجه حتى على مستوى الدايره اللي انا اعرفها. يعني الدكتور عباس شومان كان امبارح وكيل الازهر، كان من اوائل الناس اللي زاروا الكنيسه البطرسيه، الكلام ده كان على ايدي، اوائل الناس اللي زاروا الكنيسه البطرسيه وشهدوا الحاله المزريه اللي وصلت ليها. النهارده كمان كميه الائمه وكميه اخواتنا المسلمين اللي كانوا على شراكه قويه، كفايه وقفه البابا جنب الرئيس النهارده، كفايه وقفه البابا جنب الرئيس النهارده، دي تثبت ان الضربه اللي حصلت دي حصلت في مؤسسه من مؤسسات الدوله، مش فكره انها كنيسه بقى وفتنه طائفيه. لا، مفيش في مصر فتن طائفيه، في كيان كامل بيتهز، كيان كامل بيتضرب، وبناء عليه كل شركاء الوطن ايديهم في ايدين بعض ضد هذا يعني الهدف في الاخر الاعتداء هو الجاسم. مصر، وان شاء الله مش هيقدروا على الهدف ده باذن الله. امين امين. ان شاء الله. عايز اعرف من حضرتك كده توصيات، يعني من خلال تواجدك في الكنيسة دلوقتي، التوصيات اللي انتوا حابين تقولوها او تقدموها او توصلوها. زي ما قلت لحضرتك، هي احنا الاقباط لو حضرتك لاحظت هم عددهم كبير مش قليل، فيما يقرب من 15 مليون قبطي. لو كل قبطي طلع طلب، في حين ان مش كل الاقباط بيتمتعوا بالوعي الكامل، فلو كل قبطي طلع طلب بشكل منفرد هيبقى الامر واسع جدا، لكن الاقباط كلهم متوحدين على قلب رجل واحد، وكلهم خلف قداسه البابا المعظم تواضروس الثاني في مطالبه، واللي هي احنا بنطالب بسرعه
ماسك بقية المنظومة اللي اشتركت في العمل الإرهابي الغاشم ده، وإن احنا نشوف بعنينا القصاص من هؤلاء الإرهابيين. وكمان مصر كلها مستنية ده، مصر كلها بإذن الله مستنية ده. أمين. وكمان بس تأمين بقية الكنائس، لا سيما مع اقتراب الأعياد سواء كان الكريسماس أو عيد الميلاد المجيد، لأن في كنائس فعليا ما نقدرش ننكر إن فيها ثغرات أمنية، هم بيستغلوا ده. لا إحنا مش عايزين ده الفترة الجاية، عايزين كل الكنائس تبقى مؤمنة بشكل كامل 100%، بحيث إن ما نديش فرصة لأي حد إنه يهز كيان البلد من خلال ضرب مؤسسة قوية زي الكنيسة. وإن شاء الله انتظر في الاحتفالات هتلاقي المسلمين نفسهم، وإحنا إن شاء الله أولهم بإذن الله في تأمين الكنائس والوقوف مع إخواتنا إن شاء الله لتأمينهم. بشكرك أستاذ جرجس صفوت مسؤول الملف القبطي بجريدة الفجر، واللي أكد إن الموضوع يعني بعيد كل البعد عن الفتنة الطائفية أو عن أخذه في الإطار الطائفي. وأنا قلت لحضراتكم وبقول وبكرر، والله ما كلام فض مجالس، والله ما مجاملات، والله ما الصورة اللي يعني الناس كتير بتقول عليها اللي هي الصورة المرسومة وخلاص، لا والله الموضوع ما كده أبدا. هو ده سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو كل الأديان السماوية، هي تأمر بالتسامح والتعامل مع الآخر بكل احترام وبكل تقدير وبكل حب وبكل عرفان. فلما تحصل حادثة زي دي، أتمنى من الناس أن نكون أكثر وعيا، أتمنى أن كل واحد فينا يكون عنده من الوعي ومن الإدراك ومن التمسك بدينه ومن الرجوع إلى دينه، اللي لو رجع له بحق وحقيقي، مش اللي هو بس يقعد يسمع كلمتين ولا يتقال له كلمتين من هنا وكلمتين من هناك واقل حاجه قد كده. خلي بالك انت لما يتقال لك كلمه صغيره قد كده وتاثر فيك، فده دليل كبير قوي على ضعف ايمانك وضعف دينك وضعف اعتقادك انت في امر دينك. ما ينفعش ابدا انك تكون بعيد عن دينك، مخاطب هنا مسلم ومسيحي ويهودي وكل من له دين، كل من له دين، ارجع لدينك وبص لتعاليم دينك السامحه، وشوف بتأمرك بإيه، وشوف إزاي بتقولك حب الغير وبتقولك احترم الغير وبتقولك حافظ على الغير وبتقولك حافظ على النفس واحترم النفس، وإن النفس البشرية دي مقدسة، مقدسة النفس البشرية مقدسة، مش فكرة بس إنك حرام تقتل واحد، النفس دي مقدسة يعني شيء مقدس. عارف كده لما تروح تقف مثلا جوه الكعبة المشرفة، عارف لما المسيح يروح يقف جوه الكنيسة عنده، لما ده يبقى مكان مقدس، لما دي تبقى حاجة مقدسة، اهي الروح او النفس دي شيء مقدس، ما ينفعش ابدا التعامل معاها بتهاون. ما ينفعش ابدا وانت بتتعامل في قضية زي دي يكون الموضوع بهذه السهولة وبهذه الاريحية، ونقول اصل فتنة طائفية واصل بيعمل كده عشان ان شاء الله يضمن الدرجات العليا من الجنة. درجات عليا من الجنة ايه؟ ده انت قتلت نفسك وقتلت ناس، استنى عقابك من ربنا. معانا طيب الشيخ احمد سعدون من علماء الازهر الشريف، طبعا اهلا وسهلا بك يا شيخ احمد. مرحبا استاذ مهند، ازي حالك وحال الضيف الكريم؟ الحمد لله احنا بخير وحضرتك بخير. الحمد لله بخير حال حضرتك. يا شيخ احمد محتاجين تعليق منك والكلمه اللي توجهها لنا كلنا النهارده كمصريين، تقول لنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله على اله وصحبه اجمعين. اما بعد، الإسلام والأديان السماوية عامة تدعو إلى التسامح وحسن معاملة الناس مع بعضهم البعض. هو الصوت بس بعيد شوية. ألو طيب. شيخ أحمد؟ أيوه حضرتك سمعني كده؟ اتفضل يا شيخ أحمد. الإسلام بل كل الأديان السماوية دعت إلى التسامح وحسن معاملة الإنسان مع أخيه الإنسان. وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع أخيه الإنسان كإله، بل لا يجوز له أن يحكم عليه بالموت أو غيره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فما يحدث من هذه الأعمال الإرهابية والانفجارات وكل هذا الإسلام بريء منه تماما، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهذا لا يرده الاسلام. امال الناس اللي بتعمل كده يا شيخ احمد، يعني انا نفسي افهم هو مبرره ايه؟ يعني هو ايه اللي شافه مثلا في الدين يخليه يقول انا بستشهد بكذا وبعمل كذا عشان يعني اقرب من ربنا واخد درجات واموت شهيد والكلام ده؟ واستاذنك بس نعلي صوتنا شويه. حاضر. ده طبعا افكار خاطئه وفهم خاطئ للنصوص بسبب
ان غير المتخصصين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى، غير المتخصص يقرا الايه ويفهمها بفهمه هو، او يقرا الحديث ويفهمها بفهمه هو، ويبعد عن المتخصصين فيفهم خطا ويوحي الى الناس او يجند بعض الشباب او بعض الناس من باب الغير على دين الله تبارك وتعالى، وان هؤلاء ينبغي ان يقتلوا، ان هؤلاء ينبغي ان كذا، مع ان كل اللي يقتل ابرياء. يعني لو ان انسان قاتل والده او ولده فقد يكون عنده مبرر، اما ان انسان يحط قنبله في مكان عام ويقتل المارة ومن في المكان ومن هم بجوار المكان، فما ذنب كل هؤلاء وباي عقل يفكر؟ ايه ذنب النساء والاطفال حتى؟ يعني انت يعني بيفكر ازاي؟ نعم، هذا تفكير خاطئ وهذا ضلال في الفكر. ينبغي على الجهات المختصه، وهي تبذل جهد لا شك، لا تبذل جهد واسع جدا، لكن هناك من يتكلم في دين الله غير مختص لذلك، فيعني يجند بعض الشباب من باب الغيره والحميه على الدين فيجعلهم يفعلون ذلك. طب حضرتك يا شيخ احمد بتقول ان غير المختص لما بيتكلم في الدين بنوصل لمرحله زي دي، احنا فعلا الفتره الاخيره بتشهد ان ناس كتير غير مختصين، ويعني بتلاقيه بيطلع وبينشر فتاوى على الناس ويشكك ويتكلم ويقول ويعيد ويزيد، وبرامج بعينها بتفتح المجال للناس والناس تقعد تتكلم ويقولوا. طب ما طول ما في حاجه زي كده شغاله، طب احنا يعني فين دور الازهر هنا؟ يعني في الرقابه على ان يتقال ان فلان ده لا ما عندوش من العلم، او ما عندوش من الـ 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 يعني مش مرخص له انه يقول ويفتي ويتكلم ويطلع يقول للناس ده حلال وده حرام بالشكل ده. يا استاذ مهند، هذا ليس دور الازهر، لان دور الازهر دور استرشادي يعلم الناس، لكن هذا دور الاعلام. ينبغي ما دام يخرجون في القنوات الفضائيه ينبغي ان المسؤولين عن الاعلام الا يسمحوا لمثل هؤلاء ان يخرجوا في الاعلام يتكلموا باسم الدين. يعني ما ينفعش واحد مش مختص يتكلم في غير اختصاصه. فمش قناه فضائيه مش هتطلع واحد مش طبيب يتكلم في الطب، مش هيسمحوا له بذلك. طب ليه بيسمحوا في نفس القناه واحد مش مختص في العلم الشرعي يتكلم في العلم الشرعي؟ فالازهر الشريف دوره تعليمي ودعوي استرشادي، بيعلم الناس وهو قائم على دوره على اكمل وجه، انما هو مش جهه تنفيذيه مش داخليه عشان اللي بيتكلم يقبض عليه ويدخله السجن، لا ده هذا ليس القبض. بس فكره ان لما الاقي مثلا يعني طالع فتاوى كده هي بعيده عن الدين او ملهاش علاقه بالدين، نطلع ونقول ونرد ونقول ان الفتوى دي الناس عارفه ان في دار افتاء، وعارفه ان في لجان فتوى، وعارفه في اماكن مختصه، علماء مختصين ومدربين على الفتوى في القنوات الفضائيه، في مساجد، في اماكن مختصه لذلك، بل فيه النهارده فتوى الكترونيه، يعني واحد حتى مش عايز يروح لمكان لجنه الفتوى في فتوى على النت. وضحت الشيخ احمد، بشكر حضرتك الشيخ احمد سعدون من علماء الازهر الشريف، وان شاء الله رساله حضرتك توصل في ان الناس تختار من تتلقى منه ومن تاخذ منه دينها، زي ما بتختار اي شخص تاني بتتعامل معاه وبتبقى عايزه ترجع دايما لاهل الاختصاص في كل شيء. معانا على التليفون دكتور عبد العزيز النجار، مدير عام الدعوه بالازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، مشرفنا ومنورنا يا دكتور، والمسؤوليه عليكم كبيره. أكيد طبعا، وإحنا إن شاء الله قد المسؤولية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وربنا يقدركم ويعني يكرمكم. وحضرتك تقول لي أولا تقرأ المشهد إزاي، ثانيا إيه الخطوات اللي هيتم اتخاذها، خاصة وإحنا كنا بصدد الحديث حول تجديد الخطاب الديني ويعني تصحيح الخطاب الديني بتكليفات حتى من رئيس الجمهورية. هو طبعا بالتأكيد حضرتك التجديد الخطاب الديني يعني مش محتاج تكليف، لكن التكليف ده يعني امر زائد وكويس مش وحش، وبيعطي للناس يعني دفعه جديده ان هم يعملون في هذا الملف بمساله اكثر جديه. لكن تجديد الخطاب الديني دي مساله قديمه حديثه لن تنتهي، فالتجديد بدا منذ المئه الاولى من الهجرة، من عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز ومن عهد الإمام الشافعي، والتجديد مستمر. وما دامت هناك حياة وهناك بشر وهناك متغيرات فلا بد من التجديد بحيث أنه يتناسب مع المتغيرات. ومسألة التجديد مسألة مش منتهية، يعني مش مرحلة هنوصل لعندها ونقول خلاص احنا جددنا كده يبقى احنا كده هنتوقف، لا، ده المسألة مسألة مستمرة
وحياتية ويومية، وفي كل يوم في جديد. إذا لابد أن الخطاب يتناسب مع المتغيرات على الساحة، وأصبح هناك منابر كثيرة للدعوة الآن، ليست هي المسجد فقط ولا خطبة الجمعة فقط، ده في منابر كثيرة في مواقع التواصل. النهاردة الفضائيات مليئة بالمنابر، حتى القنوات الغير متخصصة دينيا لها برامج دينية، فهذه كلها منابر وخطاب ديني يخاطب كل الناس. فالنهاردة الخطاب الديني صار مسألة واسعة المجال. الصحافة الآن حتى الجرائد اليومية ما هي فيها مقالات دينية يوميا وأسبوعيا، ما هو ده خطاب ديني. طب اعذرنا دكتور عبد العزيز، يعني أنا عارف إن مسؤولية حضراتكم كبيرة بناء على ده، لأن الأزهر بالنسبة للناس في العالم كله هو منارة الإسلام، يعني أي حد عايز يتعلم الدين الصحيح دايما بيلجأ للأزهر الشريف. فده يعني تشريف للأزهر، وفي نفس الوقت مسؤولية وتكليف لحضراتكم. هنا هتقدروا تراقبوا كل المنابر دي ازاي، ونقدر نشوف ان المنبر ده ايوه بيتكلم صح، المنبر ده لا كده في خلل، مفترض ان احنا ننصح ونحارب الفكره بالفكره، مش ابدا ان اللي بيقول فكره مغايره او مخالفه نقول له لا اقعد وتعالى، لا لا، نقول له بالصح كده وبالهدوء ان اللي انت بتقوله ده غلط والدليل عليه 1 2 3، ونحارب فكر بفكر. ده تمام، مهم جدا. ان بديهي ان اي فكر خاطئ لابد ان يواجهه فكر صحيح، يعني في نفس القوه او يمكن اكثر، حتى يستطيع ان يعني يصحح مفاهيم اصحاب هذا الفكر الخاطئ او المنحرف. ده امر طبيعي جدا. الازهر الان لابد ان يطور نفسه وادواته، وبالتالي هناك اكثر من مرصد الان في الأزهر يقوم برصد ما يمكن رصده والمتاح من رصده، وبيتم الرد على هذا الأمر. طيب، في نقطة أخرى، أحيانا نسمع مثلا بعض القنوات اللي بتأتي يعني ببعض من ينتسبون إلى الدعوة ويدعون أنهم علماء ويقومون بمهاجمة الأزهر وسب العلماء. ده مش علم، الشتيمة مش علم. وبعدين الناس يقول لك فين الأزهر، ما بيطلعش يرد عليهم ليه؟ هو الأزهر هيتفرغ لكل واحد يطلع يسب ويشتم ويدعي أشياء غير حقيقية؟ الأزهر هيقعد بقى في كل القنوات وفي كل الأماكن وفي كل المنابر؟ الأزهر بيضع ثوابت ومعالم ويوضح أمور يعني عامة وشاملة، مش هيقعد يرد على كل شخص، وإلا سيترك عمله الأصلي ويتفرغ للرد. أما بالنسبة للفتاوى الشاذة فعندنا المرصد دي واحد. الأمر الثاني أن الأزهر بصدد الآن عنده المركز، أكبر مركز في العالم للفتاوى الإلكترونية هيتم افتتاحه. الآن هو في وضع التجارب، في أكثر من 100 بنفسي عالم. زرته من حوالي 10 أيام كده، زرنا المرصد. عشان كده هو نور بزيارة حضرتك. ربنا يكرمك يا أستاذ. وشايف أنت حضرتك الإمكانيات، صح. وشايف التدريب اللي فيه، يعني الناس بتتدرب بقالها يمكن 6 أشهر بيتدربوا، وفي ناس سافرت بره تتدرب على النظام الإلكتروني وعلى كيفية التعامل. إذن الأزهر بيستعد إن شاء الله، يعني عشان يخوض في هذا المضمار إن شاء الله. لا، هو بدأ، مش بيخوض. لا أقصد يعني يكون أكثر توسعا في موضوع المحاربة حتى الإلكترونية، إن دي يعني ما كانتش موجودة بالشكل الكافي. بالضبط، هي هو النهاردة مواقع التجنيد صارت مواقع التواصل الاجتماعي أكثر منها على أرض الواقع. النهاردة مواقع التواصل هي أخطر ميدان فيه مواجهة فكرية الآن، هي مواقع التواصل، لأنها ربما أن تكون في غيبة عن أعين بعض الجهات، يعني مش مرصودة قوي، زي مثلا تلفزيون حد بيتكلم أو صحافة واحد كتب فمرصودة والناس بيشوفها. إنما مواقع التواصل دي خطيرة جدا جدا، ولذلك مجمع البحوث الإسلامية عنده مرصد، الأزهر أكثر من مرصد، دار الإفتاء عندها مرصد بأكثر من لغة. النهاردة يعني في تطور كبير كبير جدا جدا. لكن بعض الناس يقول لك طيب فين احنا، ما احنا شايفين، ما هو كل يوم في عمليات إرهابية، هو أمال بيقولوا الأزهر بيشتغل، هو فين دور الأزهر؟ أيوة الأزهر بيشتغل، بس انت بتتعامل مع 92
مليون، انت تتعامل مع 92 مليون، كون ان فيهم 50 ولا 60 ولا 100 قاموا بعمليات انتحاريه لها ظروفها ولها وضعها ولها يعني امورها الخاصه بيها، ولكل واحد يمكن تلاقي له ظروف خاصه بيه خارج خالص عن الفكر، وبعدين تقول فين الازهر؟ طب ما الازهر له دور كبير جدا مع ال 90 مليون، مع ال 92 مفتي مليون. الجمهورية حتى النهارده قال ان الناس اللي هم الارهابيين دول خلاص وصلوا للمرحلة ان هو يعني عقله مغيب، ما ينفعش معاه حتى التفنيد والأدلة اللي الأزهر وعلمائه بيسوقوها ليهم يعني. ده هو لو ده لو استمع اصلا، انت عارف حضرتك ان هو اول شيء لما بيربوه حتى من الصغر بيربوه ان علماء الازهر دولت علماء السلطه، وانهم مسيسين، وان دولت ما بيخافوش من ربنا وما بيقولوش الحق، وموظفين في الدوله وبيقولوا زي الحكومه ما هي عايزه، انما العلماء بتوعهم دولت اللي ما بيخافوش، ودولت اللي هم قريبين من الله وبيقولوا الحق، وبالتالي لا تسمع ولا تقرا لاي عالم من علماء الازهر، ولا تسمع لبتوع الاعلاميين دولت، لان الاعلاميين دولت كفره، يعني بيقولوا على حضرتك كافر وعلينا كفره الازهريين، وبتوع الصحافه دولت، ودول الناس كلهم يعني ممنوع منعا باتا ان هو يقرا لاي احد فيهم او يسمع لاي احد، هو لا يقرا الا لشيوخ الفتنه، ولا يسمع الا لعلماء الفتنه، ولا ياخذ فتوى الا من المضللين من اهل الماجورين الذين يعني يريدون ان تكون مصر والبلاد العربيه كلها يعني في برك من الدماء، ومش عارف ده لصالح مين. يعني حضرتك لما تقعد تفكر ده لا لصالح لا الدين ولا لصالح وطن بالظبط ولا والله. يعني لصالح ان اي امبارح شيء. واحنا كل الناس يعني في حاله ذهول كده وفي حاله اللي هو سكون، مش عارف تتحرك، مش عارف تقول ايه، مش عارف، مش فاهم حتى، مش قادر تفهم دماغ اللي قدامك ده، يعني انت كنت بتفكر ازاي ولا بتعمل ده ازاي وعشان خاطر ايه. تمام، بس انا عايز اخد احنا حضرتك لما في ده نقطه تانية يا دكتور لو حضرتك تسمح لنا. يعني تحت امرك اتفضل. رئيس الجمهوريه اشار في فكره حتى يعني كان بيحسب كده عدد خطب الجمعة في السنة، وإنها ممكن من خلال العدد ده نعمل برنامج والبرنامج ده نمشي عليه، يعني كل تمام جمعة تكون الخطبة بعنوان معين، يعني يكون الموضوع محسوب بالحسبة دي. لا، هو سيادة الرئيس انا سمعته هو اتكلم على الخطة السنوية والخطة اللي هي على 5 سنوات. الخطة السنوية اللي هي على 52 اسبوع، قال يعني ان السنة فيها حوالي 52 جمعة، فبالتالي ممكن نعمل خطط للمناسبات ونعمل من اول السنة. ده كلام جميل جدا جدا جدا، لكن الجديد فيه واللي عجبني واللي اصبح تعتبر نقلة، يعني نقلة جديدة ونوعية ومهمة جدا، الأشياء التي تحدث عنها في خريطة الطريق. يعني لأول مرة سيادة الرئيس يتحدث عن خريطة الطريق للدعوة، نعرفين إن عندنا يعني خريطة الطريق للاقتصاد والسياسة وأمور أخرى. معالم هذه الخطة أنه أن فيها مثلا علماء نفس وعلماء من علماء التربية ومتخصصين من الدين. يعني النهارده الرئيس وضع ووضح بعض التخصصات التي ينبغي ان تكون وان تعمل في مجال تطوير الخطاب الديني. طبعا محدش هيعمل منعزل، لكن هيبقى من خلال عمل منظم علمي، لان النهارده عندنا في العالم كله اسمه علم التنشئة، بيدرس في دول العالم. فالنهارده التنشئة يعني انا عايز انشئ جيلا جديدا غير ملوث بهذه الأفكار، يبقى طيب لابد أن يشترك معي في التنشئة المتخصصون طيب مثل علماء بحكم النفس منصب وعلماء حضرتك التربية. يا دكتور كمدير عام للدعوة، أكيد في مسؤولية كبيرة جدا على فكرة إن حضراتكم معاكم الأداة، يعني فكرة إن صلاة الجمعة دي كل أسبوع يعني ناس بتروح بأعداد كبيرة جدا، وبيكون يعني المنبر اللي بيعتليه الإمام هو بذلك كده قدامه العقول المفتوحة اللي جاية تسمع. فهنا احنا ممكن نوظف خطبة الجمعة بشكل كده جديد وبشكل مجدد، انك تكون اكثر بساطة، لانها تراعي بقى مواضيع زي دي، ونبتدي نربي حتى من خلال خطبة الجمعة دي. هل ممكن تتحط خطة زي كده؟ ممكن جدا جدا، وده فعلا احنا بادئين فيه في مجمع البحوث الاسلاميه، وفي تكليف من الامين العام لمجمع البحوث الاسلاميه لاعداد كبيره من العلماء بوضع برامج واختيار انسبها وموضوعات
فبيتم اكثر اقتراح اكثر من موضوع، وبيتم دراسه هذا عن طريق مكتب فني وعن طريق لجنه موجوده، بحيث ان خطبه الجمعه لا تكون في وادي والناس في وادي اخر، بل هي لابد ان تلبي احتياجات المرحله. يعني شيء طبيعي جدا ان نحدد الداء ثم نصف له الدواء، ولا يمكن ان تصف دواء بلا داء. فالنهارده احنا نعلم ان هناك امور كثيره، وهناك خلط في بعض المفاهيم عند كثير من الشباب. اذا لابد ان تكون خطب الجمعه على الاقل في هذه السنه كامله تكون تراعي هذه الجوانب التي تشغل بال كثير، خاصة وإن ده حديث الساعة. يعني موضوع الإرهاب يعني بيؤرق كل الدول، مش حتى الدول العربية بس. أنا بشكر حضرتك دكتور عبد العزيز النجار مدير عام الدعوة بالأزهر الشريف، وشكرا يعني لسعة صدر حضرتك، ونتمنى إن شاء الله أن تكون في خطوات جادة وملموسة بإذن الله، بدءا حتى من خطبة الجمعة القادمة. نشوف كده إن الموضوع مختار بعناية، وإن في أفكار معينة طالع الموضوع علشان يغرسها في الناس ويصحح مفاهيم خاطئة، ومفاهيم يعني هي البعض بيحاول إنه يضحك بيها على الناس، لكن أعتقد إننا إن شاء الله أكثر وعيا، وبرجوعنا لديننا كل ما تتدين أكثر تزيد سماحة أيا كان تدينك وأيا كانت ديانتك. طيب معانا على التليفون دكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. يا اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك مشرفنا ومنورنا. وسؤال يعني بيفرض نفسه، شخص عنده 22 سنه يعني شاب في مقتبل الشباب كده زي ما بيقولوا، ويعني لسه بيبدا حياته، ايه الفكر اللي بيكون عنده، او ازاي بيقدر هو يعني يبرر لنفسه انه يروح ينفذ حاجه زي دي؟ هما يعني حصلت دراسات كتيرة على الشخصيات اللي بتقوم بعمليات إرهابية في أكثر مكان في العالم، ولقوا إن في خصائص مشتركة في هذه الشخصيات. أول حاجة إن هو بيتعرض لخطاب أحادي وشحن أحادي، إنه يتولاه أحد ويفضل يزرع فكرة في دماغه ويعزله تماما عن بقية الأفكار، ويشحنه وجدانيا بقوه في اتجاه واحد. فبالتالي ما بيبقاش عنده اي تردد، ولا عنده اي مراجعه، ولا عنده اي خوف، ولا يعمل اي حسابات، لانه اتشحن بقى اشبه بطلقه المدفع. عشان كده دايما لما بيجندوهم بياخدوهم في اماكن نائيه وبيتم تدريبهم فيها، وبتبقى معسكرات مغلقه كده لحد ما يجي ايه، يلا انت هتنفذ حاجه معينه. يعني في شيء زي كده بيحصل، وحتى لو ما هوش مناطق نائيه ممكن يكون في وسط مدينه وكل حاجه، لكن بيبقى عزله فكريا وشعوريا عن اي مداخل اخرى للتفكير او للمراجعه، فيتولى يعني ضبط البرنامج العقلي بتاعه في هذا الاتجاه. الحاجه الثانيه قالوا انه الشخص كمان بيبقى عنده احساس حاد جدا بالظلم، وبيبقى عنده يأس شديد من تحقيق العدل حسب ما يراه هو. يعني مش بالضرورة ان يكون ده شيء موضوعي، لكن حسب ما يراه هو، وانه يكون حاسس ان في حد من اقاربه او من اصدقائه تعرض لظلم، فيتوحد هو مع هذا الشخص ويشعر انه عليه مسؤولية في ان هو يقتص لهذا الظلم او هذا القهر اللي هو حد من اقاربه او اصدقائه تعرض له، ده بيسهله. طيب الشخص ده مريض نفسي يا دكتور؟ اتفضل. نعم؟ الشخص ده مريض نفسي يعني؟ لا لا لا. لا لا لا، ما يعني ما ثبتش ان في حد فيهم بيبقى عنده مرض نفسي، ده المريض النفسي بيبقى مسكين ويعني ما بيبقاش عنده القدره ان هو يندفع في شيء بهذا العنف. لكن هو بيبقى عنده تركيبه فكريه خاصة جدا، ولكن ليس مرضا نفسيا. الحاجة اللي بعد كده قالوا ان هو بيبقى في نظرية ضعف القوة وقوة الضعف، انه بيبقى حاسس ان هو مش هيقدر يحدث اي تغيير بالطرق السياسية المعتادة، ويشعر بانه يواجه قوة لا طاقة له بها، لكن بما انه هو ضعيف الا انه ينتهز
ثغرة في القوة التي تواجهه وينفذ من هذه الثغرة. ومن هنا ان هو هيستغل اي فرصة ان هو يحط فيها قنبلة، يفجر فيها سيارة، يستغل اي ثغرة أمنية ضعيفة او اي حالة فراغ في اي مكان وينفذ منها. فعلى الرغم من ضعفه امام قوة هائلة امامه، الا انه يستغل ثغرة في هذه القوة المواجهة له وينفذ منها، ويشعر انه انتصر على هذه القوة من هذه الثغرة. بشكرك بشكر حضرتك دكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي، واللي اكد ان اللي بيعمل كده هو مش مريض نفسي، ولكن يعني بيعاني من بعض الاضطرابات، ويعني حلل لنا الموضوع بشكل علمي وبشكل طبي. مشاهدينا هسيبكم مع فاصل قصير، ونرجع نستقبل الشيخ خالد حماية من علماء الازهر الشريف، ونتكلم عن يعني علاقة المسلم بغير المسلم والاطار الشرعي لها. يمكن موضوع نوقش كتير وقتل بحثا يعني، وكلنا عارفين الموضوع ده، بس زيادة في التأكيد، وحتى علشان يبقى عندك من الأدلة لما حد يجي يقولك إن اللي بيعمل ده بيعمله ابتغاء مرضات الله. نروح لفاصل ونرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره تانية، مشرفنا منورنا الشيخ خالد حماية من علماء الازهر الشريف وامام مسجد السلطان حسن. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا منورنا. وموضوع خطير يعني بنتكلم فيه النهارده، معلش حضرتك اتاخرت عشان الطريق، معلش، واحنا يعني هنوجز قدر المستطاع كده ونحاول ان شاء الله نلخص رساله حلقتنا النهارده. احنا بنتكلم عن فكره علاقه المسلم بغير المسلم، اللي يعني موضوع يمكن قتل بحثا زي ما بيقولوا كده، وتم الكلام فيه كتير، ولكن مع كل حاجة بتثار بنبقى عايزين نأكد على مفاهيم بعينها. إيه المفاهيم اللي ممكن نأكد عليها النهاردة من خلال كمان بقى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن تبعه ده. شوف يا سيدي، في قاعدة أساسية بتحكم تصرفاتك تجاه الآخرين، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو القائل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان جالس، فمرت جنازة صلى الله عليه وسلم، فقام وقف، فقالوا: يا رسول الله ده يهودي. قال لهم: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ ولذلك تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما بيقول إيه: الإنسان، الإنسان بغض النظر بقى، الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه. ومن يتكلم بقى عن موضوع تجديد الخطاب الديني، وعاوزين تجديد الخطاب الديني، يمكن بعض الناس بقوا يستخدموها باسلوب مش كويس في اوقات مش كويسه في بعض القنوات، شيء من هذا يعني، كان الدين بيدعو اساسا لكده يعني، احنا محتاجين نجدد حاجه زي كده يعني. انا عاوز اقول لحضرتك من القصص العجيبه في هذا الموضوع جدا في هذا المقام، وما لقيتش حد قالها كتير يعني، مع انها موجوده في السيره. القرشيين لما قبل فتح مكة قامت عندهم حاجة زي مجاعة كده يعني، ومفيش أكل ولا شرب وبتاع، والناس جعانة في مكة. إيه شعورك أنت الطبيعي لما تعرف إن كفار قريش كده؟ يا أخي ربنا، عارف أنت اديهم أكتر ومش عارف إيه كده. والله ما بتعرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعت لهم قافلة إغاثية. بعت لهم إيه؟ قافلة إغاثية. فالفكره كانت يعني حتى على كفار قريش، على صناديد الكفر، اجتمعوا في دار ندوة وقالوا: ايه ده؟ هو بعت فعلا؟ طب نقبلها ولا ما نقبلهاش؟ فاختلفوا يعني حتى الموضوع من 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 كثره ما هو غريب يعني، اختلفوا فيما بينهم، وفي الاخر قالوا يعني خلاص جت يعني، هنعمل فيها ايه؟ وقال بقى ايه اخبثهم يعني، قال ايه: ما اراد محمد من هذا الا ان يفسد علينا شبابنا. ما اراد محمد من هذا
إلا أن يفسد علينا شبابنا. آدي الإنسانية الشرع الشريف. إنسانية الشرع الشريف تتجلى في إن في المعاهدات النبي عليه الصلاة والسلام التي عقدت وهي كثيرة، كان منها المعاهدات التي عقدت وجدت حتى في عهد الخلفاء الراشدين مع نصارى نجران. قال لهم لو احتجتم في حاجة في ترميم الكنائس بتاعتكم إلى معونة الدولة تديكم. إيه رأيك؟ موجودة دي، موجودة يعني، بس ليه ما بتقولش الكلام ده؟ ليه؟ انا اللي مش فاهم بقى، هو ليه الفكره عند الناس بترتسم ان هذا الشخص المتدين هو مفروض انه مشكوك في عقله او في تصرفاته الى ان يثبت العكس. خلي بالك الارهابي، هذا الشخص المجرم الممول من الخارج اللي في حاله انفصام كامل عن الواقع وعن امته وعن بلده وعن مجتمعه، هذا الشخص هو لا يستخدم الدين فقط، هو استخدم التكنولوجيا في ان هو يحط شريحه بجهاز تفجير عن بعد. طب ما انتوا عاوزين توقفوا الدين ما توقفوا العلم برضه. هو بيستخدم السوشيال ميديا علشان ينشر فكره الهدام، ما توقفوا التكنولوجيا دي، ما توقفوا الكوميونيكيشن دي، ما توقفوا الكلام ده كله بقى. يعني مش يعني هينفع. يعني دول لو قلنا ان الدين المتسبب فكل دول متسببين. كل دول متسببين. اشمعنى انتوا ماسكين في يعني اشمعنى فقط بتيجوا عند الدين؟ ده عصابات مجرمه بتتستر خلف مجموعه من المعاني. ايه الحل؟ الحل ان احنا نكون مجتمع متماسك، مجتمع يعلي من قيمة العلم والمعرفة، مجتمع يعرف كيف يوجه أبناءه إلى الخير، مجتمع يسود فيه العدالة والاستقرار والدنيا تمشي. وإلا فإنك يعني المجرم الممول من الخارج ده وأصحاب الأجندات الخارجية وهم كثر في هذه المرحلة بالذات، يعني عندهم 100,000 سبب وسبب إن هو فالدين ده الحاجة اللي إيه السهلة كده، الحاجة الشعبية اللي ممكن تحكي بيها الناس. سهلة قوي وممكن نصدق بسهولة انها دين مين؟ طب ما هو بيستخدم، ما هو لو هيقرأ النص، طب ما بقى يمسك السيف بقى ويطلع على 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 الخيل يعني، ويستخدم بقى النص بقى القديم. ابدا، ان هو بيستخدم تكنولوجيا. يعني طب ايه؟ فاحنا محتاجين ونحن نتكلم عن تجديد الخطاب الديني، نحن نتحدث عن تجديد الآليات وعن تجديد ادوات التفاعل مع الناس، مش تجديد الدين نفسه. بمعنى ان احنا القران 114 سوره هنخليهم 100 سوره. بالظبط، هنخليهم 120 سوره. لا، مش هيحصل. بس بنقول ان انت لما تروح المسجد يخطر ببالك ان اول ما تحصل لك مشكله عاوز تلاقي فيها حل، تروح يعني انت كشاب تروح تسال الشيخ. هتعرف. انا اعتقد ان اكتر الشباب النهارده مش هيعمل كده، اعتقد يعني. تجديد الخطاب برضو، خلينا يعني نشوف الناحيه الثانيه اللي هي ناحيه الشباب او الكلام. هما يقول لك ان انا يعني بحس ان حتى في انفصال شويه ما بين الكلام اللي بسمعه وما بين حياتي. يعني ممكن تكون يعني حتى الاستشهادات او القصص او الكلام ده كله بيتحط بسياق معين كده، هو سياق يعني غائب عن لغه الشباب وعن لغه الناس. صح، صح كده، صح تماما، متفق معك تماما. المشكله إذا كنا نتحدث عن مشكلة خطاب الدين الآن، خلينا سيبك من مشاكل الشباب وهي كثيرة. أنا مشكلتي إن أنا مش إن أنا أقف عند مشاكل الشباب وأقول اتفرجوا على مشاكل الشباب، لا، أنا بحل مشاكل الشباب. فخلينا نتحدث عن مشكلتي أنا بقى، إن أنا إيه سوف أتواصل مع الشباب علشان أخليهم يجدوا مصدر موثوق للدين وللعلم. هل إحنا متواصلين بشكل جيد مع الشباب؟ ذات مرة كنت في أحد الجامعات وبعدين قالوا لي حاجة تضحك يعني. قالوا لي يا مولانا احنا بنلاحظ حاجه غريبه، ان انتوا يا مشايخ في معاصي لسه ابديتد قوي انتوا ما بتعرفوهاش اصلا. يعني لسه انتوا حتى ما ايه يعني، انا بحكي لك عن المعصيه دي وانت ايه ده؟ معقوله يعني انت بتعمل كده؟ طب ده من امتى ده يا ابني؟ ده عملته انا، اتعمل حصل وكذا. فهو ياخد فتره على ما يستوعب اصلا ان في مشكله، ان في ازمه. لا يعني احنا عند أمامنا جهد كبير نبذله علشان نصل إلى مستوى وعي الشباب وإدراك الشباب ولغة الشباب وإدراكات الشباب ومشاكل الشباب. الشباب النهاردة مش عاوز يروح المسجد يسمع في قصة الهجرة، الحمامة والغار والعنكبوت كاملها لك هو بالمناسبة، يعني مش عاوز يسمع في المولد النبوي القصص اللي هو عارفها كلها. بالظبط، خلاص بقى. انا اعرف بصراحه ناس يعني من اصحابي بيقول لك يعني حتى خطبه الجمعه يبقى ينزل مثلا على الصلاه على طول، يقول لك خلاص الكلام ده يعني بقينا حافظين، او يعني ان نفس الحاجات بتتعاد.
فاعتقد دي تبقى مسؤوليه على حضراتكم، ومش بتكلم هنا على حضرتك. انا عارف حضرتك عندك من الخبرات وما شاء الله سفر بره ويعني وكثير المطالعه وكده، فممكن يكون الموضوع ده حضرتك ملم بيه، ولكن احنا بنتكلم على مستوى يعني بلد باكملها. هل الدعاه يعني مؤهلين، ان مش هنتكلم برضو مش هنعمم، مؤهلين انه لما هيطلع يقول خطبه الجمعه هيضمن انه كده يعني بيضمن تفاعل الناس، وان الناس هتقعد تسمع وتنصت وتتفاعل وتطلع بحاجه من الخطبه دي وتطلع تنفذ يعني؟ هقول لك الحاجه يعني، وخلينا اكون صريح شويه فيها. فضل. لما بتروح المسجد بتصلي، الشيخ اللي واقف على المنبر ده بيخطب، هو اللي بعد الصلاه انت بتسلم عليه هيكلمك بنفس الاسلوب؟ ساعات بيبقى لا، مش ساعات، هو لازم كده في الغالب يعني. في الغالب بيبقى هو بيبقى لابس ماسك كده. مش عايز اعمم عشان بلاش يعني ايه نزعل الناس منه، يفتكروا ان احنا ضد المشايخ يعني. بالظبط، نحن نتحدث عن اغلبيات الان في الخطاب الديني. وجاء موضوع الخطبه الموحده ده زود الطينه بله بالمناسبه. وقلنا هذا الكلام سابقا، قلنا يا اخوانا ده مصر دي فيها محافظات من الشمال للجنوب، الذي يصلح ده داخل القاهره نفسها، الذي يصلح لمنطقه لا يصلح لمنطقه اخرى، وبينهم شارع، اقسم بالله بينهم شارع، يفصلهم شارع يعني بدون تحديد بقى بذكر اسماء، لكن في احياء دي خطيب الجمعه هنا لازم يكون بيتكلم باسلوب معين، وهنا بيتكلم باسلوب تاني خالص علشان يعمل التواصل المطلوب ده، يعني عشان يبقى على نفس التون بتاع الشباب، نفس الموجه، نفس الويف اللي ماشيه دي، ما يبقاش هو لابس ماسك وعمال ايه بيزعق كده وكلامه كله زعيق، وبعدين بعد ما خلص سلم عليه وعليكم السلام ورحمه الله. طب ما انت حلو هو يا عم، امال هم زعل ليه كده فوق؟ طيب ما يعني ما تكلمني، ما تخطبش فيا كلمني، ما ايه. شفت الاداء، الفرق ما بين اداء المسرح والاداء مع طبعا مع فرق التشبيه يعني. يقول لك الواحد وهو واقف على المسرح بتاخد الجلاله، تلاقي نفسه هو اداء وهو بيمثل مختلف خالص. انا عجبني اللفظ او الجمله اللي حضرتك قلتها، ما تخطبش فيا كلمني. يعني احنا فعلا لو وصلنا لهذا المصطلح ان احنا ما بقاش بيخطب فيه، لا بيكلمه يعني بكلام الناس كده ويقول له، وحتى لا حتى يعني حتى لو باللغه العربيه برضو في من الالفاظ ومن المرونه، ويستخدم العاميه يا رجل، هو احنا في ايه يعني بقول عشان برضو لا ويستخدم ويستخدم العاميه في الخطبه. هو الكلام ده لما نقوله للناس يقولوا ايه ده، انت تدعو الى تسطيح الخطاب؟ تسطيح مين يا عم؟ كلم الناس، فهمهم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم يبين، ما احنا بنطلع بره مصر بنخطب لهم الخطبه من اولها لاخرها بالانجليزي يا رجل. ده حرام ولا حلال؟ حلال طبعا. بخطب الخطبه كلها بس بقول لهم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وحديث واقف القران، وبعدين بقى ايه يعني بلغتهم عشان يفهموا، عشان يطلعوا عشان يفهم. واخد بالك؟ مرة كنا في مؤتمر طبي، وبعدين لقيت واحد من الأطباء الموجودين هو اللي طلع خطب الجمعة. أنا ما فهمتش من الخطبة، طبعًا كان كلها مصطلحات طبية يعني، وكان غير إنها بالإنجليزي بس مصطلحات طبية كلها، وعمال يقول لهم شوفوا سبحان الله، فالدكاترة كلهم قاعدين يقولوا سبحان الله، وأنا طبعًا أقعد بص حواليا كده. هو إيه اللي تفاعلوا مع، أكيد تفاعلوا مع حاجة يعني فيها حاجة من بديع صنع الله، بس أنا مش فاهمها. بس هو الراجل ده خطب خطبة في المقام المناسب في الوقت المناسب. فلازم كده كل خطبة وليها جمهورها وليها ناسها، ولازم تبذل مجهود في هذا. إنما بتاخد كوبي وبست وتشتغل، يبقى ده ملخص فكرة تجديد الخطاب الديني، إنك تراعي أنت بتخاطب مين، ولما تكلم الناس تكلمهم بكلام الناس كده بشكل بسيط، بتمثلش. ما تخطبش في الناس، تكلمهم، ما تمثلش، حس بهموم الناس، حس بمشاكل الناس فعلا، حس بالشاب التايه اللي جاي سامع حاجات على الفيس وما الفيس وشبهات، وسامع مشاكل، وسامع حاجات بتطلع من بتاع داعش وما داعش ووجع القلب ده، عاوز يسمع منك خطاب يخاطب العقل. ما صح. تقعدش تتشال وتتحط كده وما فيش. طب وبعدين يعني يعني تشوف الرماد كده هو اللي زي ما بيقولوا ايه، ولا يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. انت الصوت العالي ده كله وبعدين يعني، وفي الاخر ايه؟ مفيش نتيجة. واقم الصلاة. فيش حاجة. انت حضرتك خرجت من الخطبة بإيه؟ علشان الخطبة تكون منتجة، انت لازم أيها المتلقي حضرتك تطلع منها كده بجملة مفيدة. أنا دايما بعمل تيست كده، وخلص الخطبة أقول له الخطبة كانت عن إيه النهاردة؟ عارف لو ما جاوبنيش بسرعة بدون فلسفة ولا فزلكة، أعرف إن أنا كنت قاعد بسرح فوق مع نفسي كده، ولازم يرد عليها فورا يقول لي الخطبة النهاردة كانت عن كذا. كويس جدا. وكذا كذا كذا بس. يبقى أنا كده إيه؟ عندي جملة مفيدة قعدت أكد عليها، جبت عليها استشهادات من القرآن والسنة والأرقام والإحصائيات وحقائق التاريخ والواقع،
عمال اكد على نفس الايه هي ستيتمنت جمله قد كده وبس. طيب ده كويس، دي كده بتلقي بالمسؤوليه على من يقوم بالخطاب الديني، مش عايزين نكون فيما يخصنا احنا. فيما يخصنا احنا بالظبط. طيب فيما يخص المتلقي او مثلا الشاب او الشخص عادي بقى، مش بنتكلم في سن بعينه، اللي بيسمع كلام من هنا ويسمع كلام من هنا، وناس بتقول وناس بتعيد وناس بتزيد، وحتى ما عندوش من العلم، يعني ان لما حتى يعني انا شفت حاجه دي بنفسي، ان منشور كده على الـ على الـ على السوشيال ميديا، ان جزء كده بتفسير معرفش مين اللي كاتب حاجه زي دي بآية معينه وبتاع، وان الدين والدين 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 والكلام ده كله. كشاب يعمل ايه؟ كشخص عادي ما عندوش مثلا من العلم يعمل ايه؟ تعامل مع الاديان كما تتعامل مع الابدان. انت لما حد يقول لك خد البرشامه دي، تقول له السورس بتاعها ايه؟ طب هي اكسبايرد ولا هي نوعها ايه الاول؟ هي ايه اصلا دي؟ تعمل ايه دي؟ خواصها ايه في الجسم؟ طب ليها سايد ليها اعراض جانبيه؟ طب ليها، طب انا محتاج، وتقعد تسال بقى، مش هتاخدها تبلعها كده. اشمعنى بقى في الدين اي حد يقول لك اي حاجه كده خد وقلب على طول؟ ايه ده؟ لا غلط طبعا. حضرتك عليك مسؤوليه، عليك مسؤوليه ان انت تبحث عن المصدر المعقول. ما تلاقيش واحد بيقول لك الرقاصه وهي ترقص ومش عارف ايه، واللي بيقول لك الخمر حلال والحجاب مش فريضه، وبعدين تقول ده شيخ، انت حر بقى اشرب بقى خلاص، ده شيء يخصك انت. ويا جماعه يا بتوع الاعلام برضو ما مش مش يعني 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 بلاش بلاش يا اخوانا الموضوع ده، بلاش لعب على موضوع الدين ده. مساله خطير، ده امن قومي. انك تعبث بهذا الموضوع الى هذا الحد من السفه، ده احنا خلي بالك، احنا لو هدمنا مرجعيتنا وهدمنا صوره الدين عندنا، ان احنا ما هو خلي بالك لما الحكايه تبقى بتضحك بالشكل ده، يقول لك طب لا لا انا بقى هدور على مرجعيات موازيه. بالظبط، بلاش دين بقى. عملنا مره احصائيه، قلنا للشاب، قلنا له كده استبيان، قلنا له لو جالك، لو سؤال جه في ذهنك هتسال عنه ايه؟ الشيخ جوجل ولا الشيخ بتاع الجامع ولا الشيخ في دار الافتاء؟ الشيخ جوجل طبعا. الشيخ جوجل جات بنسبه 76%. دلوقتي كله بيعمل كده، تخيل 76%. سهل قوي، يروح فاتح الشيخ جوجل، طق اول نتيجه جات له من اول موقع فتح، قرا لك انا على فكره ده 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 واحد شيخ قال لي كذا كذا. هو مش هقول لك الشيخ جوجل طبعا، ما هيكسف يقول لك الشيخ جوجل عشان ما ايه، والله اعلم مين اللي كاتب ده اساسا، ولا مين اللي نشره، ولا مين اللي عامله، ومرجعيته ايه، وبيفكر ازاي، وهل هو في حد بالاسم ده اساسا موجود، ولا هو خدت بالك انت. هل احنا نقدر لما نقول علشان نمنع يبقى نمنع الدين، نمنع الانترنت، نمنع العلم، ونمنع كل حاجه؟ يعني فكر سد الذرائع ده ايه في الباب ده اللي يجي لك منه روح سد واستريح، يبقى حياتنا كلها مش هتمشي. طيب الصوره دايما اللي بتحاول انها تصدر، وحضرتك تصلح لنا، ان كل ما الانسان زاد تدينا زاد تطرفا، وزاد عبثا في المجتمع، وزاد تعسفا، وحتى بيبقى شخص مكشر كده في وش الناس، وان بيبقى يعني. فحضرتك توضح لنا كده الرؤيه في الموضوع ده. الحقيقه انا لما بشوف واحد متدين حتى وان كان على غير دين الاسلام، ببقى مطمئن ان ده مش هيكذب. المفروض اللي مفيش دين بيقول اكذب طبعا، خلي بالك. يعني ممكن يكون مذهب فاسد بيقول لك ايه، لما تلاقي واحد سني جماعه الشيعه يقول لك ما ده سني اكذب عليه في الحته دي، بس هو الدين ما بيقولش اكذب يعني، ما ولا الشيعه نفسهم بيقولوا اشتغل كذاب كده على طول الخط يعني. بالظبط. لا النصارى ولا اليهود ولا في دين كده بيقول لك ايه اكذب. شغلتك انك تتعبد كده بانك تكذب. النهارده كذبت كام كذبه؟ عندك 5 كذبات النهارده، في حاجه اسمها كده؟ مفيش. في دين بيقول لك اقتل؟ مفيش. فله مرجعية تستطيع انت نفسك انك تتوقع تصرفاته اللي جاي على اساسها ايه. بينما حتى لما بتعامل انا بره، لما بلاقي واحد متدين، انا شخصيا بفضل اتعامل معاه، بقول له عشان عارف اخرك انت يعني بره بس. لا لا، انا بتكلم، انا بدي لك مثال عن واحد يعني 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 مواقف قابلتني كتير بره. طيب ده هياخدني لسؤال، معلش، ونرجع لنفس السؤال تاني. هل بره الموضوع مختلف، ولا هما الناس نفس الناس كده؟ يعني احنا زي ما احنا زي ما بره يعني مختلف. يعني برضه بره ممكن يضحك ويتقال ان ده اصل بيعملوا كده، هما دول متدينين، فحتى المسلم نفسه بره يفتكر ان فعلا ممكن ان يبقى الدين بيقول له كذا، بس هو عشان في النص وفي فهم النص وفي تطبيق النص، في 3 حاجات. المشكله دايما ما بتجيش من النص، بتيجي من فهم النص او من تطبيق النص او من المحاوله الخاطئه لتطبيق النص. انا نفسي مره تعملوا حلقه عن جماعه اسمهم الامش. الامش دول موجودين في امريكا، في قريبين من ولايه ميشيغان. الناس دي مجموعه من النصارى يحرمون التيار الكهربي ووسائل كل وسائل الكوميونيكيشن. عندهم موضوع تعدد الزوجات ده يعتبر كانه فريضه يعني.
يعيش ويزرعه من اكل بتاعه، وبص عايش حياه بدائيه تماما، ما يركبش عربيات، عايش حياه عجيبه غريبه كده. طب هل ده هو ده تقدر تقول هي دي النصرانيه؟ طب هو مين ليه بقى ما حدش راح وصورهم وحط عليهم فوكس كده هو خلاص وكبر الموضوع ده وقال لك اتفرجوا ادي ادي ليه ما عملوش كده؟ عشان مش هي دي فعلا النصرانيه بجد يعني، مش هي مش هم دول النصارى. اشمعنى احنا بقى يعني يعني لا الموضوع خلي بالك برضه في ان يعني يا اخوانا روحوا شوفوا الناس دي، روحوا شوفوا دول خلي بالك مش 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 في المنطقه دي بس، ده 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 كتير يعني. دايما المتدين تدين ليس فيه علم وليس فيه فهم وليس فيه تبصر، بتلاقيه ده ايه انسان كبيكش وبتاع، لان هو نصف متعلم نصف متدين. وحتى دي بقت الصوره الشائعه يعني دايما كده، انت لما تلاقي الشخص ده تقول هو ده المتدين يعني، فازاي احنا وصلنا لهذه المفاهيم؟ الاعلام بيلعب دور في هذا خلي بالك، الاعلام نفسه في كثير من المرات بيظهر المتدين ده على انه شخص لا رحمه عنده ولا قلب ولا شفقه، وانه يعني ينظر الناس ان يعني لازم كلهم يتحرقوا بنار جهنم لان هم مختلفين معاه في الراي. هم نهار اسود، طب يعني ده 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 ملوش دعوه بالتدين خالص، ده ده له دعوه بامراض نفسيه، ليه دعوه بواحد عنده خلل في مخه كده اهو، واحد نصف متعلم نصف متدين. خلي بال حضرتك نصف التعلم يؤدي الى الالحاد، نصف التدين يؤدي الى الالحاد، نصف نصف الحاجه دي الحاجه اللي هي لا هي دي ولا دي كارثه سود، كارثه من الكوارث. فاخوانا الحل في ان ننشر العلم الحقيقي، وان يعني نتعب انفسنا في ان احنا نبلغ دين الله سبحانه وتعالى بعمق، وبدون بقى ما نضحك على بعض بتمثيليات ولا كلام من ده، ولا ان انا عندي الخطبه بكره عن عشان في الحادث الارهابي الجبان بتاع امبارح ده، فاطلع لهم الاسلام دين الرحمه. طيب ما الناس عارفه، هات لي معلومه مفيده يا رجل، هات لي معلومه اقف لما اتكلم بيها مع جاري المسيحي اقول له خلي بالك ده 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 عندنا معلومه كده اخدها منك جديده، بس اقول له خلي بالك زي ما حضرتك بدات كده وقلت لنا ان كان في جنازه ليهودي فالنبي وقف وانتبه وقال اوليست نفس، يعني نبتدي كده معلومه كده كويسه انا اعرفها. فخلي بالك الحاجات دي بتعمل صدمه معرفيه عند كثير من الناس، يقول لك ياه معقول النبي عمل كده؟ ده عمل اكتر من كده، ده عمل اكتر من كده بكتير قوي. ده سيدنا النبي فصل تماما بين جزئيه الجنه والنار، دي مش بتوعي انا ماليش دعوه بيهم، الجنه والنار دي موضوع خارج اختصاصي مش بتوعي انا. فلما جت بنت حاتم الطائي وكانت بين الاسرى وعرف انها كانت بين اسرى الحرب، اخرجها من الاسر وكذا وخلع عباءتها الشريفه وحطها على الارض وقال لها عودي. فهي لما حست بقى انها اكرمت الاكرام الشديد ده يعني بقى ايه طمعت يعني، فقالت له يعني قال لها ان اباك كان يحب مكارم الاخلاق، هو شايف حاجه جميله ان ابوها ده حاتم الطائي يعني. فطمعت البنت قالت يعني افي الجنه هو؟ قال لها لا، انما كان يفعل ذلك لسمعتي ندى سمعه، اما تدخلنيش في الجنه ومش بتوع عن الجنه والنار دول، لكن انا شفت حاجه جميله لازم اضرب لها تعظيم سلام، لازم انبسط لما اشوف اي حاجه جميله. الله. بغض النظر هو فلان ده في الجنه والنار، انت مالك انت من الجنه والنار؟ هو ربنا قال لك لست عليهم بي مسيطر، وان عليك الا البلاغ، وايات كثيره كتير هو حضرتك ماسك كرنيهات وتوزع ناس، انت الجنه وانت النار، هو ده ايه ده؟ ايه ده يعني؟ ايه السفه ده؟ اشغل نفسك بما ينفعك. ايه اللي ينفعك؟ انك لما تشوف حاجه جميله استفيد بيها، الحكمة ضالة، لما تشوف شيء جميل يجب انك تقف قدام الشيء الجميل ده وتحترمه وتقول الله ده حاجة جميلة قوي. فهو قال لها ان اباك كان يحبه مكارم الاخلاق، واكرمها علشان مكارم اخلاق ابوه، علشان ايه؟ يقول لها احنا بنقدر برضه مكارم الاخلاق. طب هو في الجنة بقى؟ لا لا، ده موضوع تاني، الجنة النهارده بتوع ربنا مش بتوع انا، مش انا ادخله جنة وطلع من الجنة. فيجب لما تشوف جارك، ان بعض الناس يقول لك ايه؟ اصل هم المسيحيين ما بيكذبوش، يقول لك لا يا عم ده بيكذبوا خلي بالك، ده انا شفت ده مره غشني في البضاعه، وانت شغلتك ان يعني ان هو اللي بيغش مسلم بس ولا مسيحي بس ولا مصري بس ولا شوف العقليه الضحله بقى، يقول لك ايه؟ اصل هو مره غشني، طب واحد غشك يبقى كلهم كده؟ طب واحد ما غشكش يبقى كلهم مش كده؟ مش كده؟ انت تعامل مع الانسان البني ادم قدامك ده على ايه؟ بهذا المعنى الانساني الواسع في الشرع الشريف، اذا وجدته صادقا معك احترمه وقول له اشكرك على هذا الاسلوب الراقي اللي بتتعاملني بيه،
وكتر الف خيرك واسلوبك ده اسلوب على راسي من فوق، لانه غصب عنك اسلوب جميل، هو اسلوب محترم فعلا، واخد بالك؟ طب هل معنى كده بقى ان يعني ان الجنه والنار، انت مالك يا عم الجنه والنار؟ ما يخصكش انت الموضوع ده، خليك بس عيش حياتك في الدنيا بما يرضي الله وبما يرضي لانك لما تشوف شيء جميل تشكر صاحبه، من لم يشكر الناس الناس لم يشكر الله. انا بشكر حضرتك، الله يكرمك، شرفتنا ونورتنا، ويعني اتمنى ان شاء الله الرساله تكون وصلت، وباذن الله يكون لنا لقاءات ثانيه في متسع من الوقت ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك الشيخ خالد حمايه من علماء الازهر الشريف وامام مسجد السلطان حسن، شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا. بشكركم مشاهدينا، يا رب تكون رساله حلقتنا وصلت. يا مسلمين يا مسيحيين من كل دين، يا مصريين اسمعونا، ما تسمحوش للخونة يفرقونا ولا من بعض يخوفونا، ده احنا طول عمرنا واحد ولا قدروا في يوم يقسمونا. أشوف جوه كلام الناس حكايات دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية في يوم تجمعنا نطلع منها بحكمة ومعنى، ونفيد العقل اللي سمعنا وندور على الخير بالذات. ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش بايدين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. جوا حياة الناس أسرار، ألف طريق واحنا بنختار، جوا كلام الناس في رحلة بقى